السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. مدينه فرايبورغ الجميله رانا فيها خوتي، وهذه الكنيسه اللي تشوفوا فيها قدامكم هذه في عمرها 950 سنه. صلوا على رسول الله، نضرب بكم جولة خفيفة. اليوم السخانة يتقطع، الإنسان دائما أخاه. خاوتي شوف مع ما خرجنا في هذو تاع خوتي، هذو تاع الحرب، قالك حبسوا الحرب. لا بوليس خوتي، على بالكم عندي صحابي، عندي صحابي لا بوليس خوتي. شتو خوتي دايرين مسيره ضد وسمو. ما الحياة حلوة، ما كاين لا تطبع لا غاشي لا والو. وشنو عندي صحابي بوليسية ألمان، عباك كي تكون هكذا خوتي يكرهوا حياتهم على بالك. يقول لك راني كاره حياتي كي تكون هكذا مسيرات وكاع. المهم راه هذوك راهم يقولوا لهم حبسوا لنا الحرب ما بين أوكرانيا و ناين ما كاش نروحوا منا. قال لك حبسوا لنا الحرب ما بين أوكرانيا والروس. المهم هذه هي، صلوا على رسول الله. نضربوا بكم دوره راك تشوفوا الاشغال خاوتي. هنا في وسط المدينه كاين الاشغال، ودائما يديروا لك واحد البلاكه خاوتي شغل باش يحسوك بالمسؤوليه. واحد البلاكه كبيره هكذا يكتبوها لك، يكونوا يخدموا يقول لك حنا رانا نبنيو على جالك، حنا رانا نخدموا على جالك. شغل انت تولي على بالك، تولي اوتوماتيكمون شغل توليك شغل حتى تلقى لا كومبرومو ولا شغل ما تزعفش. راكو فاهمين. المهم الله يبارك فرايبورغ، انا تعجبني جدا، مدينه زينه هايله. انا على كل حال راح نلاقي واحد السيد خونا نعطي له كوارطو، عمرنا له واحد الكوارطو كاع على ربي ان شاء الله، ربي يسهل له ان شاء الله. من خوتي رانا رايحين للبانهوف، هاو الترا هاو لك عاقب، هو راه جاي من الترا، ونعطي له إن شاء الله كوارطو، إن شاء الله باك نلقاو وننقاري، باسكو بقات له خمسة دقايق ثلاثة دقايق يوصل. أنا قلت نروح على البكري باش ما نعطلوش وباش هو ما يعطلنيش ثاني، باسكو عندي شغالاتي ثاني. الله يجيب الخير إن شاء الله، ربي يحفظ الجميع. صلوا على رسول الله. وصلنا للبانهوف اللي هو البانهوف بالألمانية هو لاغار. المهم إن شاء الله نلقاو كاش بلاصة برك كذا نتشخنوها أموا مؤقتا هكذا. عبالك هنا يا خوتي لا بوليس يدورو مليار مو مليار. عبالك لو كان نزيد قدام خوتي على بالكم باللي هاي بلاصة هنا يا وهذي مولات الفيلو هنا. ها روح يا مولات الفيلو. خليها يا اخلايا كيما قال له سطيفي، تحيه ناس سطيف وتحيه كاع 58 ولايه والعرب والمسلمين وين ما كانوا. ايوه هايله هايله هايله. هيا راه وصل حبيبنا.